انتقل هلا لنبيل صالحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. لا يحطنا بأجواء أرقامهم بالساعات الماضية مثل كل يوم. صباح الخير أستاذ نبيل. بونجور، صباح النور، يعطيكم العافية. انت كمان تفضل. بالنسبة للعمليات اللي قمت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كانت عندنا 78 مهمة لأطفاء الحرايق، طبعا بمختلف المناطق اللبنانية، وكانوا أغلبيتهم حرايق أعشاب، وكمان من ضمنهم في مستودعات، في عندنا كان حرايق بالمنازل، بالسيارات، بالكهرباء. نعم. كمان كان عندنا 24 مهمة للإسعاف، للتدخل بحالات حوادث السير وحالات طار، نقل حالات طارئة ونقل المرضى، مهمتين خدمات وسلامة عامة. ما كان مجموع 104 مهمات خلال 24 ساعة اللي مرقت، أكيد دائما بالإضافة لمهمات مستمرة ضمن نطاق مرفأ بيروت. رقم 125 للطوارئ للدفاع المدني موجود 24 على 24، إن شاء الله ما حدا يقول له إن شاء ممكن الله. يتصل إذا تلقي أي طلب للمساعدة، وشكرا لك. شكرا لك أستاذ نبيل لكل عناصر الدفاع المدني.